السلام عليكم. دلوقتي نشوف أداة سحرية سهلة جدا في التعامل ولذيذة جدا، هتوفر معاك شغل كتير على انسكيب. خلينا نرسم أي شكل، أخده كوبي وأقول له بيست. كل ما تحرك الماوس في حتة هو بيبدأ يعمل لك بيست لنفس الشكل بنفس اللون بكل حاجة زي ما أنت شايف. طيب هبدأ أستخدم بقى الأداة ديت، تمام؟ بس المهم إن أنا أكون مش معلم على أي حاجة خالص، او معلم عليهم كلهم، يعني ما يبقاش عامل سيلكت على جزء واحد بس. هقول له هنا اللي هي تويك، وبعد كده تبدا بقى تشوف الاداه ديت بيبدا يحرك الحاجات في كل الاتجاهات اهو. بيعمل نوع من انواع العشوائيه، وهنا بيبدا يحرك بيقربهم من بعض، وممكن تاخد شيفت على اساس تبعد عن بعض بالشكل دوت، يعني اللي من غير شيفت بيقرب وبالشيفت بيبعد. وهنا بيبدأ يعمل حاجات عشوائية، مش متفق على حاجة، أي حاجة عشوائية وهكذا، يعني بيبدأ يديك ترتيب عناصر بشكل مختلف. هنا بيبدأ يصغر، طيب لو دوست شيفت يبدأ يكبر العناصر. وهكذا بيبدأ يعمل روتيت للعناصر، نوع من انواع العشوائيه. ممكن عندك حاجه عايز تشتغل فيها بعشوائيه، دوبليكيت اوبجكت وهكذا. فكل واحده منهم بتديني ادوات تخليني اقدر اوزع شغل.